رأي قاتل هو أول قتل إلى أول قضية قتل. هسا قل لي قدام الديوان وأنا قل لك. أول مرة يقتل هاي أول قضية قتل قاتل وهذا ساعدكم. جاي جاوب أول قضية قتل. خالي خالي. أنا سألك بالله حتى تقول. اسمعني. لا مستهتر. 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 انت لا تقوم علينا ولا تسمعني انت كل من جاي احنا الشاطئ زين انا قصدك السماحه السماحه شلون فوق راح يمر ثاني مره ثاني مره طلب الضحيه وليضيق خاطرهم هذا الموضوع يضيق خاطرهم وعلي بن الحسين وأولاد الحسين وأصحاب الحسين ومن مات على الهدى والإيمان رحم الله من قرأ سورة الفاتحة مسبوغة بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خصر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. سادتنا الأجلاء، حقيقة اليوم الأبيض جعب شادين رايتهم منك من البيت وجايين ما يطلعون من بختكم. رواية عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، اجوا ثلاثة الأمير المؤمنين قالوا له يا أمير المؤمنين هذا قاتل أبونا، قالوا مخذوا للقصاص. من جابوا للقصاص الرجل قال له يا أمير المؤمنين عنده وديعة من المال وعنده أخو صغير أريد أوديه الخوال. أمير المؤمنين هذا الرجل راح ودى وديعة من المال ودى أخوه صغير الخوال وإجا يوم الثالث قبل الموعد بساعتين. قال له أمير المؤمنين شوف أحطان. قال له يا أمير المؤمنين بدي أوصل قبل الموعد. قال مسيحوا لي بذر رضوان الله عليه مسيحوا للرجل المقتول الولد المقتول أبوهم. قال له ابني احنا تيهناك باللغه العاميه تيهناك بالجزيره ايش رجعك؟ قال له خوفا من الوفاء ان لا يثب. سادتنا الاجلاء الوفاء ما يتعوض حقيقه. قال له بدر ليش قبلت هذا الرجل؟ قال له يا امير المؤمنين خوفا من الخير ان لا يثب. قال له نعم. يقول الولد قريبين عليه قال له يا امير المؤمنين خوفا من العفاء ان لا يثب. عفى عن سلف ابونا طايح جو الفراش. اليوم حقيقة الأبيض جايين أخوتكم شادين رايتهم منك من البيت وجايين ما يطلعون من بختكم. وأنا أحسب هذا الموضوع يعني الحايوز أو الرجل اللي يمشي بالطريق هاي نعتبرها إحنا خطرة نعتبرها اشتبرها تعتبرونها اعتبرونها ما نطلع من بختكم حقيقة سادتنا الأجلاء. هذا الموضوع يعني أنا أريدكم تدرسون بدقة يعني الموضوع الرجل الحاجوز او الرجل اللي يمشي بالطريق سادتنا اللي يمشي بالطريق احنا نعتبره هذا عندنا خاصه بالمدينه بالمناطق الجنوبيه هذا نسميه احنا خطر او موضوع عرضي. اليوم هذه الايام ايام امير الحسين عليه السلام استشهاده وعلي من استشهد امير المؤمنين علي بن الحسين عليه السلام استشهد على الحق ولولا شهادة الحسين لما ظهر الحق حقيقة يعني اطى اخوانه واولاده وعائلته في سبيل الحق. احنا اليوم لما ما نقول وتعاون على البر والتقوى احنا مو تعاون بس باللسان لا نتعاون من قلب ولسان. اليوم الناس تنظر لنا بغير نظرة حقيقة متكالبة الدول علينا. نكون احنا نظهر بمظهر الرسول صلى الله عليه وسلم من نشر الدعوة الإسلامية. أمير المؤمنين عليه السلام جاهد في سبيل من؟ في سبيل الإسلام. أبو عبد الله الحسين عليه السلام جاهد في سبيل من؟ في سبيل الحق. احنا اليوم حقيقة نتعرض لهواي المشاكل، مو أنتم سادتنا، لا نتعرض لبعض المشاكل هواي. كنكم تكون بها هاي الأمور. احنا لما ما حاطين الحظ والبخت وحاطين الدين الاسلامي امامنا يجب علينا ان ننام على ظهورنا ونفكر ورانا وسع قبر هكذا يكون الانسان ان يدرس موضوعه يدق بموضوعه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبداية حديثي أنا أشكر أعمامنا سادة البحية لاستقبالهم إنا
واشكر حضور السادة ومشايخنا الكرام وجميع الحضور في هذه الجلسة المباركة وهي جلسة إصلاح إن شاء الله. اللهم أن يحفظ هذه الوجوه الطيبة لقضاء حوائج الناس وإصلاح ذات البين، جزاهم الله خير جزاء المحسنين وسعيهم مشكور. الله سبحانه وتعالى خلق آدم وخلق الأنبياء وختمهم بالسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وخلق من ذريته الأئمة الأطهار عليهم السلام، وخلق من الأئمة الأطهار أولادهم السادة اللي لهم كل الجلالة والتقدير في جميع الطوائف لحل المشاكل والإصلاح في مثل هذه الجلسات المباركة وغيرها إن شاء الله. إحنا الحقيقة هاي جلسة مباركة إن شاء الله، والرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يقول لصلح سيد الأحكام، والله سبحانه وتعالى يقول في كتاب الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعلمون. صدق الله العلي العظيم. إحنا اليوم إن شاء الله مثل ما تكلم السيد، الأخطاء كثيرة، خطأ موجود صحيح، لكن خطأ عن خطأ يختلف، أكو خطأ يعني غفلة، أكو خطأ مثلا قضاء وقدر، أخطاء متعددة. والإنسان الله سبحانه وتعالى خلق الموت واحد والأسباب كثيرة. اليوم شعب البيض شادي رأيته محاولين على عمامهم السادة أخوالهم السادة، أولا رضاية الله وثانيا رضايتكم. والله سبحانه وتعالى يقول في كتاب الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السادة بهذا المصاب الجلل حقيقة مثل ما وردنا من اخوتنا شعب الابيض، عشيرة الابيض من احدى عشائر كعب، انه هذا السيد الله يرحمه برحمته ما كان عنده غضاضة ويا اخونا شعبه، ولا فد يوم بيناتهم حادثة، لحد يوم الحادث ماكو بيناتهم شيء، حتى يمكن ذكروا لشعب قالوا بيوم الحادث قبلها بيوم رجل انطهر اولاده، ورجل ابو عباد كان موجود عنده بالبيت فشي من هالقبيله. هذا جانب. الجانب الثاني اليوم موضوع حدث، واليوم الامر صار، احنا طلابتنا ما عندنا طلابه السادة، عندنا طلابه يمكن ويا عشيره اخرى ونتاسف على هذا الموضوع. احنا اليوم ناقلين سادتنا وناقلين جاويتنا وجايين بخدمتكم، شنو تأمرون علينا؟ احنا حاضرين. شنو المقتنعين بالسادة؟ والله شهد بالله شعب شادي رايتهم ما يردكم بس بخدمتكم خدمتكم. وآل محمد المتحدث ممثل لواء ناصر النور مدير شؤون عشائر العراق في وزارة الداخلية يقول الله في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله سوف نؤتيه أجرا عظيما. صدق الله العلي العظيم. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله أطلق على نفسه العافية، ومن عفى عن أخيه المسلم عفى الله عنه، وأمرني أنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أكون له شفيعا في الدنيا والآخرة. صلى الله على محمد وآل محمد. هذا واحد يسولف يقول رحت للحج ومن خلصت مناسك الحج وين نروح؟ نروح للسوق حتى نجيب هدايا لعمامنا والخوامنا. فيقول طبيت للسوق لقيت واحد حاطه ستر على اشتافه ويسيح ستر للبيع ستر للبيع. يقول انا التفتت عليه قلت له تعال يا ولد اجا. قال لي بيش هاي الوحده؟ قال لي على خمسه. قال لي اعطيني اياها الكلمة. هسه هذا بحل عليه وكير بعد وين راح يروح؟ راح يجيب له صفه ثانيه وهم اجا. هم قام يصيح ستر للبيع ستر للبيع. هم صاح عليه قال له تعال يا ولد باوع عليه. قال نفس اليده. قال خلنا نخليهن عليه. اجا. قال له بيش هذا؟ قال له بعشره الوحده. قال له اعطيني اياها الكلمة. هسه هذا من باعه؟ قال له حجر تسيله. قال له قول. قال له من الساعه على خمسه واشتريته. وهسه قلت على عشره شو هم اشتريته؟ قال له ها. قال له انت تصيح ستر للبيع وانا الستر بيش ما يصير اشتري خوالي. انتم اهل ستر، انتم اهل معروف، انتم اهل المروه، انتم اهل التسامح، وانتم ساده ولد رسول الله. ان قاب قوسين او ادنى، انتم جدكم رسول الله، اليوم هذا شادر الستر ناصبينه.
والبخت كله قاعد، وخاله جاي منك اليوم على راسي لان الشرف بي سيدنا. انا ابن عم شيخ عدنان الدنوس، احنا جنانا وجايين بخدمتكم. الحدث صار والشاعر يقول لا تسني على اللي جرى كيف جرى، الموت واحد والاسباب متعدده. الحدث صار مثل ما قال شيخ حيدر، لاكو غضاضه لاكو عداوه خوان، ولكن الحدث يصير احنا بعد من يصير ما نقدر. الحدث صار رهم وجايين بخدمتكم وبخت الساده يا ميزان حاطينها. الشيخ يقول تزول على رايه اشدها وبقت يا ميزان مخلينا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الساده والشيوخ كلكم والابيض عم اهلا وسهلا ومرحبا منا كلنا، واحنا مثل ما يقول يصير بها بالقرب اكو يعني اكو تجاوز اكو شغلات اكو خطوه واحد يرمي هسه بعرس يرمي بعرس وخطوه هاي خطوه واكو لا مباشر. وان شاء الله انتم اهلا وسهلا ومرحبا. اترك الحديث لشيء الحضور من سادات ومشايخ، حي الله شيخ حيدر، حي الله كل اللي اجونا وطيبوا خاطرنا وقروا لنا فاتحه وامتصوا من غضبنا. طبعا هنا السيد اول ما حكى على دين محمد صلى الله عليه واله وسلم. دين محمد القسم قسمين، دين محمدي ودين حسيني. دين محمد كلها دخلت فيه حتى معاوية، والحسين ثبت هذا الدين لأنه قال ما خرجت عشرا ولا بطرا، حتى تكون القضية واضحة. لأن الجماعة كل الدين لا، هو احنا مو نريد نقسم الدين لا، بس هو الواقع هذا. احنا بالنسبة لنا اللي صار ويا السيد مو صار عفوي ولا صار كراهية، حتى نكون واضحين أمام الله. العفوية واحد والكره واحد. نعم، القضية صارت الظهر نهار صارت بالنهار، لا ليل ولا غفلة ولا أبدا. أني أسأل حتى شيخ شعب العام، أقول له شيخي أني أعتبر هذا الموضوع موضوعك، شو تحطه؟ اللي يضرب بطران وصاحب حق، هذا الرجال اللي تحطه على باكر هاي المعشاير وهاي المجاويد، راح تقول السادة الوحية جاويدهم حطوا علينا قضية ما يقبلها المجتمع، وإحنا النقد ما نقبل على روحنا، ما نقبل يصير نقد وحتى تتأثر الجاويد والسادة بينا، لأن هذا المجتمع العبو أبهات المجتمع السادات والجاويد، إذا خلى من ذلك ما العبو بعد حقيقة. حتى نكون واضحين بهذا الموضوع، المجتمع الأبهات، والأبهات إذا ما رضوا على أخوتهم يصير نقد. أنتم أبهات للمجتمع، السادة والجاويد أبهات المجتمع وإصلاح المجتمع. القضية مو قضية عركة ودفق متجابل. أنا هسه لو المحمداوي ضارب له طرقة طرقتين والله جدا طبيعية أن يرد عليها، وين كنت السيد وغير السيد. القضية ما بيها رصاص متقابل، القضية ما بيها سجاجين ولا تواثي وحتى يقول الوليات. القضية بطرة، والبطرة احنا ما نحط لها اساس، نحط لها الجاويد الجايين والسادات اللي جايين. هذا كتل بطرة، انسان بطران عنده دم البشر طبيعي، واحنا مو مشكلة يرضينا، احنا لا نرضى. خل يرضى رسول الله، خل يرضى علي بن ابي طالب، لان احنا مهضومين. لانه انت لو جابني على عداوة، لو رصاص طالع عليك انت من الجهة الثانية وتقول انا توازيت، لو تواتي زلم فزعوا عليك خمسة ستة بعصا غليظة وما تقدر تنحرهم. القضية بطرانة، التفقة اللي طلعت من واحد بطران. زين، ثاني شيء انت يا اخي العزيز، يا سيدي الكريم، يا سيدنا الكريم، يا شيخ العام اللي انت انا اتمسك بيك وافرض عندك، انت رجل نجواد وعدك ثوابت وعدك نظام، انا اسمع منك من خانة اللي انا ما اتصير مخالف لهذا الموضوع.
هذا الزلمه باي خانه؟ خانه الخطوه، خانه البطران، خانه متعبد. ما اقول لك ما عندي خلاف وياه، ما عندي خلاف حتى انا اقول قتلني شلون قتلني، عايرب قتلتي ليش؟ لان هذا رجال ما متوازي، ما عنده وجه، ما متضايق. هذا اني احطه بطران بقتلته الي، والبطران فصله يختلف، وضعه يختلف، تنظيمه يختلف عند العشائر. واني اعتقد شيخ شعب من نريد نعد المصايب اللي ما تنحل نحطها ضلع بيها. يمكن لو اوقف تعال حكمونا شيخ فلان شيخ فلان، قعدوا حكمونا هاي القضيه ورتبوها لنا. سادات الديره، مشايخ الحضور، الف هلا بيكم ومرحبا. الموضوع احنا حاطينه بقضيه البطران، هذا اسمه بطران، واحنا مطلبنا يصير مطلب بطران، مو مطلب ما متوازي. واذا اخو مسموح للابيض، مسموح للمنكور عنده دفاع، مسموح للشيخ العام ان يقول هذا رجال صار عليه رصاص ومن حقه يدافع عن روحه، فزعت عليه زلم بتوافي وما ينحر هذا الدر الشاشه. احنا بديره ومشينا سالنا وافترينا وسالنا الناس والمنطقه، ماكو وزن، وزن هاي القضيه ما. فاحنا اذا واحد عنده رؤيه لهذا الموضوع ويقول لا انا عندي شهود من المنطقه، زمن ضرب جيلات، زمن ضرب صار لها شكل، زين شنو صار عليه هذا؟ فاحنا مطلبنا مطلب البطران. والسلام عليكم ورحمه الله. يعني عندنا عف، احنا نقول عف. ماكو اليوم هسه واحد اليوم يكمش سلاحه ويقوم يرمي، هو الا مضايق. غير صار عليه اعتداء؟ والله بالخاله مو سهل. على كل حال هو غايب. على كل حال مو سهل، انا عارف. احنا صادق، احنا سبقا وضحت قلت احنا ما عندنا غلط ويا السيد، ولا عندنا مشكله ويا السيد. هسه وبعد شعب يبكون على سيد قبل ما الساده يبكون عليه. اشهد بالله هذا شفناه بعيننا. ولا اكو مشكله ويا السيد، لا اكو مشكله ويا السيد مطعون اياها. ويمكن شعب الابيض موجود. احنا ما عندنا شيء. احنا صار الموضوع طابق ويا الوعلي، انقتل الوعلي والسيد وصار حايز بيننا. لا طالبنا ولا بين ارتكاز هذا ولا هذا. لا هذا يومك. وانتم شنو تسوون؟ سيد فيصل يا سيد فيصل. الله تسمح لها تحدث. الله يحبك. اقول لك عبد مرحبا عليك. احنا يعز علينا. اقول لك شو؟ لو كاتلني قاعد بستري. انا اشكرك. حمله الله يحبك مولاي، الله يحبك، انا اشكرك. انا الوسيط ابو العظمه موجود. ابو عباس السودان. احنا يعز علينا مولاي. أن نتناقش حول تعمد أو غير تعمد، لا والله إحنا بخدمة السادة، وخصوصا إحنا شعب يمكن اللي قريبين علينا من السادة الطوال اللي هم من سادية شطكم، يعرفون شعب إيش كثر يقدرون السادة وإيش كثر ينحنون السادة. أما القضية مثل ما تفضلت بها، قلت العرق غير متكافئ لأنه ماكو رصاص أمام هذا الرجل الشعباوي حتى تطلع تفكته ويرمي، مو هذا تحفيله مولاي؟ نعم صحيح ماكو طلب مقابيل الشعباوي، ولكن الاعتداء اللي صار على الشعباوي انضرب على خشمه من قبل العلياوي. انا لا موجود بالحادث، وهذا ما نقل من الابيض وبتوثيق وبشهود. احنا ما جايين نتساوم وياكم، لا والله احنا بخدمه. شنو ترتبون؟ حاضرين. هاي الضربة اللي توجهت للشعبة وانضرب على خشمة خلتها فقد التوازن ولجأ للسلاح. نعم مثل ما تفضلت ماكو سلاح مقابيلة، اكو فعل واكو رد فعل، وهاي الضربة اللي تحرض لها الشعباوي خلتها لجأ الى هذا الطريق، وراح ضحية هذا السيد البريء اللي هو ما الى علاقة بالموضوع اصلا، وتربطه مع الشعباوي علاقة وجورة واحترام. هاي للتوضيح مولاي. دفاع مقبول، بس انا هذا الديوان اعتقد هذا فوق ال 100 اكثر من 100 بشر. ولا يجينا واحد هسه بيعد بيدر الشاشه
خلا واحد من عندنا يقدر يواجهه. صحيح. كل احنا يقتل، كل احنا يكسر. انت هذا بين مطبوط على خشمك، على راسك، دكتور عيدا، انت مسيطر على هذا البشر الموجود قدامك. لا أسير أخونا وابنه زين، هو عايش ويا فاضل ويا الولد زين خادم. أنا اجوا الجماعة، اجوا متحزمين بسلاح، ومن ضمنهم واحد شايل مسدس، وابنه فاضل أخذ المسدس من يده والثاني ضربه على راسه، فلذلك انتجع السلاح. احنا مو دفاع عنه ولا كان شاطر، الله شاهد، واحنا متأسفين وخسرانين. احنا خسرنا السيد بس انتم وراح من جيسنا، الله شاء. احنا بخدمته احنا خدمة، احنا شاهدين راية الرضا وجاي خدمتكم. زين لا والله عندنا توضيح، عندنا شيء فقاهة. احنا ناس من ابو محمد، انا مصطفى من كاظم بخير طب الخليفة. حقيقة اليوم احنا بنمحو لي احدى السادة، السادة قدوة المجتمع، واليوم لي سنون سنين اليوم نمشي عليها كلها. فاحنا شكرا جاء منكم، القتل صعب، القتل صعب، اريدكم تخلونا بقالبها وبدربها وسكتها. ما في سنين جديده، احنا شنو ذنب من الباقي العشاير؟ هسه انت من راح تحط اليوم مطلب جديد، شنو ذنب الجيزاني؟ شنو ذنب السعدي؟ الشناني؟ المحمداوي؟ اي طرف؟ ما اريد قالب خالد جديد، قالبها ودربها عدل ومشي خال. اطلب مطلبك هسه. هي واللي يطيب خاطرهم هذا الموضوع يقولون اسمه بالخدمه. يقولون هذا اللي يطيب خاطرنا، وحتى احنا نجبر اليتيم الانفرم يبري السادة والمشايخ ذمة هذا الموضوع. بالنسبة شيخ العام انت حقيقة يعني حيدر، من هو الشيخ في القضية؟ عبد الله محمود شوية شيخ اخر العفو. حياك الله. احنا بالنسبة لنا اللي يطيب خاطرنا واللي يخلينا حقيقة نقنع اليتامى وهاي من عوائل اللي انضمت، والله لو طاح له واحد راشدي نقول عنده ذنب، لو مسوي له فد حركة تشيلته بصفحته من جوا حطه تطلع من قلبه، ما باوع مو ما شايف تغيير. طلب من مطلبك بعد سيد، المهم الله يرحمه ورحمه الله من المير. واهلا وسهلا، توكل والله سيد، تصرف بعد سهل قال هالوان. احنا حسبان شعب شيلهم شيلون وينطون ناحين وعلي من بعد على شنو مثلا سهل عنا ذني يعيش الاليتام من يكبرون عطله سته عمر واحد سنتين وثلاثه واربعه ذني هذا 800 يظلون ياكلون بيه لما يكبرون بالخدمه مولاي. هي شنو المشكله يعني؟ تريد تقرا الفاتحه عليها الحاضرين بالخدمه. لا لا ويدك، لا ويدك اذا تريد نقرا الفاتحه نقراها كون على ثقه. حط حصه الساده والفضل. احنا عندنا الساده والجاويد يقولون احنا اهلنا، يقولون قيمه ابن الاجواد باحترام للسيد. حقيقه اقول لك يعني احنا الجاويد عندنا مساوينا مصايبنا ومشاكلنا وباحترامهم لنا. حقيقه هذا موجود، احنا نعطي الساده 100 والجاويد 50، احنا ما نفصل حتى نكون على وضوح. احنا بالاسم الفرات ما نعطي، احنا بالاسم ما نعطي لانه هذا وزناين المدينة نبيت عليها. لا لا بخدمتك، لا بخدمتك، احنا بخدمتك. هو راضي، احنا خدمتك. لا احنا موافقين على هذا الحل. تدري ليش؟ انا قلت اسمعي، اول وحدة انتم ما تنسد يروحون بها ضحية البشر 10 و15 شهور. هي ما مقطوعة. احنا حقيقة انا قلت لكم احنا لازم نحترم هم سنينكم ونحترم قوانينكم ونمشي بيها. احنا هسه مشينا بيها. لا 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 احنا ما بدك تمشي بيها. سيدنا بس بالك يم انت بالرسول الله ونزلت الآية على جدك لأنك لعلى خلق عظيم. سيدنا نزلت الآية على جدك لأنك لعلى خلق عظيم، انت سيد بالرسول الله، لا تاخذنا بجير ريضنا، انت سولفنا على سنايكم على اخلاقكم على وضع السادة. انت احنا اليوم محاولين نعد بيت رسول الله، ونريد نشوف كرم بيت رسول الله
وريد نشوف المسامحه والعفو. اكو موضوع مهم جدا، انا هذا عنده اخوه وعنده ولد عام وعنده عشيره وعنده ناس نازله وياه، واحنا نريد نمشي براحه. فاحنا هذا الموضوع نريد نسده، شلون انتم سدوا قضاياكم؟ عاونونا على سده هذا الموضوع خلينا نوصل نتيجة. وانتم اجتنا شو اسمه مثل ما قال شيخ عمار، هذا من الشيوخ البدرات ابو عمار. اولا انت طلبت 800، تطلب تتوقع 200 للساده، هذا عند خمس الساده، هذا من تين من عنده. اذا تريد الساده ما نقول، تسمعني تسمعني، واذا تريد ما تساوي لجاويد ويا الساده، هم تطيح 100 للساده للجاويد. دس لا ما تساويهم، قاعد اقول لك 800 الخمس 200. تسمعني بس اسمعني، انا اقول لك اهل بغداد من اطلب 800 اوقع 200 للساد، هذا خمس، هذا غصبا علينا خمس للساد، واطيح 100 حتى ما اساوي الجاويد ويا الساده، هاي 300، واطيح 100 لابو العطوه، هاي الماشي عند بغداد اذا تسنى على اهل بغداد. بس اسمعني، نعم اول وحده هاي القوانين، انت انا بنقول القانون الشرقي بالبلاد صعب، قلنا الله يساعد الناس عليه، هذا الكلام لا تثبت رأيي. أنا قلت الله يساعدكم سناينكم أنتم اللي سويتوها ببغداد، وأنا من بغداد المقتول. بس الحمد لله والشكر عدلناها عدلناها. لا تمام عدلناها. مو عدك أنت، لا العفو، أقول لك عدلناها قوانين. لا عدلت. عدلناها وحطينا القتل إليه والديشن إليه وكل من أخذها. خالد اسمعني. أنت هسه لا دام داعيته بالخمس السادة. طاربتوا لأخواتكم على خمسكم ومية للرجاوي وأهلا وسهلا بكم. أبو العطوة طبعا. أهلا أبو العطوة. أبو العطوة هذا كار أبو العطوة. أبو العطوة على هاي 50 شيخ حيدر. والنعم كفو. والله طلب 150. أبو العطوة إلى حق علي. أبو العطوة خلي احنا راح ننهي هذا الموضوع. ابو العطوة طبعا رجل يعني تعب بهذا الموضوع وحكينا عليه وتحملنا وحقيقه احكي لك يعني احنا الان عندنا 450 الرايه تنشد وانتهى الموضوع على هذا. ابو العطوة إلى 50 والصلاة على محمد وآل محمد. هذا المتعمد بس سؤال. نعم قدر متعمد، هذا ممثل شؤون العشائر والناس تمشي الصبح والعصر والظهر، يعني على قولة الخير اليوم وغدا وعشاء صارت الطلايب، انفنت القتل المتعمد 150 125 وماخوذة بالمدينة. خل كل القاعدين يسمحوني، إذا واحد ماخذ أعلى من هذا الرقم احنا بخدمته. قتل المتعمد وهذا سيد محسن يمك والحج داير علينا كل احنا المدينة وبغداد واحنا خدمته. من شكتين مرة منهن عدة قاع، مرة منهن عدة ماي، مرة منهن عدة طلاب وياه ويقتل قتل المتعمد، ومرة منهن يجي بطران يقتله. هاي شكتين، هذا جاء بطران عنه، هذا بطران ما يجي على زرعة انا من عم المكتوب، انا من عم سيد عبد الخالق. اسمع صديقي، صديقي صلى على محمد وآل محمد. سيد رعد صلى على محمد. بنقول له حق حسين، الحديث اللي صار جاعد خلنا فهمه، الحديث اللي غد سيد رعد يقول صديقه هم اصدقاء اصدقاء. بس اسمعني، بس اسمعني، انا اسمعني، انا خادم ارجوك، اذا المنقور ما له حق يحكي احنا نمشي لك حتى احنا ناس جايين للستر، ستر الطرفين اللي حق طالب يا خالد. انت على راسي، الله يخليك، كل المنقولين على راسي. احنا الان قابلين، قبلنا الرضا وقبلنا الستر. اسمعني،
فانت راعي مشاعرنا احنا اخوته احنا عمامه صار لنا ساعه يسولف هون ابن مقتول وبعد ما صار دمه بعد اخوته فاخوته رجع ارجوك سيد تحشيد كل حكيت زين القصاص وين القصاص وين ليش ما سولفتوا بي ليش سولفوا بس بالتسامح والعفو سادتنا السلام عليكم مرخصة سيدنا سيد فيصل وسيد عمرو سيد صالح والكلام خالنا شعر وللجاويد أهلا وسهلا مثل ما قال حمنا وحياكم الله على راسنا وكل الجاويد أهلا وسهلا خلوا السادة يسولفوا بس مرخصتكم سيدنا سيدنا الحكي من خلاله سيدنا ابن عمي عبد الخالق على راسنا ابن عمي وأنا أكثر واحد محروق عليه لأن تنياش ابن عمي خلص غيره أكو قانون سيد عبد الخالق من عاركة شعب المحمداوي عرفت؟ نعم. أول شيلة طلعت من الشعباوي بالسيد مو بالعاركة والطكة خشمة وغرفة أول شيلة نعم نعم موجودين أول شيلة طاحت طاحت بالسيد زين السيد بس خلنا خدمك لا احنا بس هذا مرخصتك ما انت لا تشذبني من احجاك انت لا تشذبني اثنين اثنين خالي خالي العزيز اليوم الشعباوي من كتل السيد احترمنا راح سلم حظكم وبختكم اللي يقتل اليوم اللي يستغفر اليوم اللي يكفر يستغفر زين الشعباوي لا سلم ولا شال ولا شال من بيت احترام إلي جاب له جاب له جاب له حمايه وخلاها بالباب هو وعائلته وياكل ثريت وهذا اخوي مدفون جوا القاع عمي اللي يحكي يحكي بختك كل الحق لك كل الحق ما يصير عمي كل الحق لك المغادات من الفصول المغادات الموجوده بالفصول كانت يمكن اكو سيد خالنا وضحها قال انتم حقكم سويتوا مغالاه في الفصول لان صار استهتار حسب ما اقول وجهكم من بعض الناس. اليوم احنا من 3 سنين وجاي. اليوم الفصول وضعنا له حد وحطينا له قانون. حجم خدمتك. من 3 سنين وجاي حطينا الفصول حد. اليوم الدهس القضاء والقدر حطينا على حد وقلنا له هذا دية شرعية وانت اخذ اجراش ما ممكن ان واحد يتعدى الدية الشرعية. واما بالنسبة للموضوع القتل هذول احنا ناقلين بدرات ناقلين جاويد غربة هذا خالنا كنان بصفر تقدرون تستعينون بيهم تقول لهم لا سيد محسن لا لا بخدمة لا سيد محسن قاعد سيد محسن هذا الرجل اربع بالمدينة ولا وين سولف تقدرون تستعينون بهم تاخذونهم برا قولوا لهم حظكم هذا الموضوع شنو الماخوذ؟ الماخوذ الخطرة شنها؟ سادتنا انتم تقولون حظكم وفقدكم انت هذا الموضوع لا متعمد هذا الموضوع لا متعمد ولا غضاضة بين السيد والشعباوي شنو إله؟ والله حطوها بقالب هاي الناس اللي جاوا وما ممكن ان هاي الناس الموجوده ما عاد حظوا بقى هذا قام درج وهذا كنان وهذا محمد داوي واي واحد اليوم يقولون غريب حكم بقكم هاي شنو اللي واخذها؟ والله اشهد بالله ما هي قاعد بين حمامك قبل لا يصير الفصل قاعد بينك ما بين حمامك مرتبط على المبنى وحادين هذه ومشي نفس الجنه فخار انتم الحاجين بي والمسولفين بي ماشيين على درب خالد اللهم صل على الصلاة على محمد وآل محمد الله صلي على احنا بالنسبه لنا صار لنا سنين الفرات ياخذ 12600 من 2010 صار المؤتمر مال الكربلاء انا حاضره صار الفصل بال 2010 شهر الخامس انتهس 12,637,000 دينار. اسمعني. بعدين هو بوقته كان هذا السعر. بعدين تعارف العراق عليه صار تعارف تطيب خاطر. مصالحة بينا. صارت مصالحة بس من نروح للجنوب ما نطي هذا المبلغ ومن نجي لهنا ما نطي أكثر. الفرات عنده التزام بهذا الموضوع نعم وليس فارض عليك اقول لك الدية هكذا تسمعني كنتوا تمشون بالمصالحة اللي هي 12,600 انتم مو احنا انتم الفرات الاوسط مو هذا الحكي بعدين علي سلطان الله يحفظه قال الدية هي 5,250 تسمعني دوما نحكي لك على السلايم من الفضة
هاي من هو اللي نمشي بيها؟ هاي احنا مديريه شؤون عشاني نمشي على هاي السالفه، بس مو مال قتل العمد. لا لا اسمع لا اسعلوا اي مشايخ المدينه، نعم اسعلوهم على الفصل القتل العام سويناه 150. ايه مو 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 مديريه شؤون عشاني سويت له على علاقه مديريه شؤون عشاني. انت لا تغفل ما قلت ثاني، بس لا تجيب مدير شؤون عشاني. يا محمد والي محمد صلي على محمد. احنا حقيقه سي صالح اريدك تنتبه علي شوي. الله يحفظك. احنا شركاء هسه اليوم نتشاطر كلنا شركاء بهذا الموضوع، مو بس انت، انا وغيري والجاويد الجايه كلها شركاء بهذا الموضوع. اذا تريد تحملنا ذنب كل احنا نتحمل ذنب، واذا نريد نمد الطريق الى الصحيح كل احنا ننجم من هذا الطريق. سيدنا احنا عندنا هذا الرجل البخت، هل له عداوه ويا الشعب؟ تفضل. مره قاتل هو اول قتل له اول قضيه قتل؟ هسه قل لي قدام الديوان وانا اقول لك شلون؟ اول مره يقتل هاي اول قضيه قتل وهذا صار خلال الشعب جاجهم اول قضيه قتل؟ خالي خالي انا اسالك بالله حتى اقول لا مستهتر 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 انت لا تقوم علينا وتسمعني انت كل من ما قاتل بزوم والله العظيم ما قاتل بزوم بعد وخطره صارت عم السيد حايوز راح لهلا مثلا وقتله حايوز السيد طلع يحوز يا خالد احنا شركاء يشورنا سيد صالح ومشوره نقول له هذا الموضوع لك وهذا الموضوع عندك تمام لو لا احنا يوميه اسمع امرك استاذ يوميه اثنين وثلاثه تتكتل بالمدينه ونعرف الفصل ما اسمعني على خاطره اسمع احنا محاولين على خاطره ما محاولين على التعمد تعبوا على اساس على اساس شعب شاوي والله هاي اللي محاولين على اساس بس خالص اللي بدك انت مدفوع حطك بقى نعم إن الآن نسولف موضوع فصل الأخوة جايين مستعدين يرضون يفصلون. إحنا بالنسبة للمبلغ اللي قرار سابق سواني نحترم كل الآراء وكل السواني محترمة السادة متفضلين ومحترمين الحضور والمنقولين إحنا نسولف بالفصل. حادث صار حوادث سابقة الرجل عنده هاي التفاصيل ما لنا علاقة بها، احنا عندنا موضوع نسولف بصميم الموضوع، اكو قرارات بالمدينة اللي تفضل بها هاي ما تعنينا، هاي مسائل عشائرية بها التزام بيناتها، اخوان احنا عندنا موضوع، السيد جايين مشي عليه طلب السادة وصل مبلغ 400 ل 450، 400 الآن اللي عندهم خوالي شنو كلامهم شنو رتهم اهلا وسهلا نسولف احنا طبعا هذا الكلام اللي صارت به كلام زايد وعصبيه وفعال سبب الردود اسمعني الردود حتى لو تحصل كلام من المقتول ارجوك انت حتى لو يحصل كلام من اخو المقتول انتصر ابو بشويه هدى لان هذا اخوه اسمعني رجاء سيدنا الوادم المنطقة المقتول وياهم النقل مالهم ما اريد نسولف اليوم اسمعني احنا بديرة السيد الكتل جينا من الديوانية شفنا الحالة سألنا قالوا الرجل الكتل ما عنده توازن من طلع الرشاشة وما عليه داعي ماكو داعي يخليه هاي هذه الامور تجاوز داعي وصلنا للدية الدنيا وصلنا لها 450 اكو تسليم اكو تسليم ان اكو تسليم مبلغ مال تسليم واكو راية سمعت من عندي احنا عندنا راية وعندنا مبلغ تسليم مبلغ التسليم هنا 450 مبلغ التسليم خلي يكون 50 سمعت من عندي راضين بالخمسين تسليم بس اسمعني ارجوك خلينا حتى نوصل لك انت حكيت علينا على هالبغداد وعلى سنايا هالبغداد وفطور هذا الموضوع السيد عنده هدف بي نعم ترى اسمعني حتى تكونون على بينه احنا بالنسبه لنا مشاركين بالموضوع أكيد. اولا الساده الطوال موجودين والساده المقاصيص موجودين والشيوخ الاجلاء موجودين وشيخ حيدر على راسهم
احنا موضوع سيدنا هذا الموضوع احنا بالمدينه حقيقه لو نريد نرجع للموضوع هذا عندكم تسليم يوم عندكم عندنا تسليم بالقتل ها؟ قتل قتل متعمد عندنا قتل هذا شو اسمه هذا مو قتل متعمد عمي بس اسمعني انا هذا متفق ويا الوسيط قتل متعمد متهور سمعت من عندي اسمعني أنا ما لي شغلة بهذا الحكي أنا جاي إحنا الشاطر سيد أنا قصدك السماحة السماحة شو أسبوك نحن مرة ثاني مرة حدا طالب حدا طالب مولاي المنطقة تقول أنا وين عندنا جاويد موجود اللي جاويد تستفسرون منهم القتل المتعمد إيش كثر الخطر إيش كثر الدهس ايش كثر؟ قضاء والقدر ايش كثر؟ هذول صعبين حظ وفقد. لو انتم مقتنعين منهم وهسه نحله. لو ما مقتنعين تختارون اي واحد من بغداد ونقوم عليه ونقول سالفن سالفن. شي يقرر علينا؟ انت كلامك اسمعني قانون وعلى راسي انت جاي ترضيني جاي للفتوه. انا جاي للفتوه. احنا جايين حق لا يو جايين رضا. هذا قانون الفرات. بس اسمعني اذا جايين للحق انا جابك قانون الفرات هذا. الفراتي لا لا ابو محمد الفراتي اذا ما توالموا بالفصل اذا ما صار توافق بيناتهم بالفصل يقومون يم عارفه يم طرف ثالث يسولفون سالفته ويوقفون عليهم الفصل الفرات موجود عندكم شويه بس انتبهوا لي شيخنا شيخ حيدر احنا بالنسبه لنا عندنا الخطوه شلون عرس وعرني لفو القتل واحد هاي يسمونه خطوه فرات على قرني لفوق موت واحد هاي خطوه ارمي على جهه هذا متعافى احنا احنا متعافى رحم الله واجد سيدنا شيخنا بس عنوان القتل اللي القتل به السيد قتل غير متعمد شلون؟ انا قدامي عدوي اسمح لي قدامي عدوي واخاف من يوصلني انشط مني او اكثر عدد مني راح ادافع عن نفسي ما ادري سلاحي والسيد موجود لا افلح من عاد بيت رسول الله لا افلح من عاد بيت رسول الله احنا من يصير عندنا حدث شعباوي ساكن بالفرات والفرات كتله ليش ننقاد لكم انتم اكثر عدد من بغداد لو اقل بس انتم القتل الغير متعمد ليش سمحت لك جعباوي تجي يقرا فاتحه؟ لانه ما متعمد لا اسمح لي انت قلت هسه انا ما جاي لا 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 عبالي عبالي اعذرني لا ما جاي سيدنا القتل اللي عندنا تسمح لي مولاي تسمح لي مولاي انا وصلت رحمه جدك رسول الله احنا الان الشاطر ويا السالم هذا دم سيد الما قاعد بالشاطر هنا وعده هله وعده غيظ على السيد ما يريد يرضيه والله يحترق وهو عده هله مو هنا بس يا سيد احنا وقعنا من المدينه ليش يا اخي يسولف ويقنعنا ونقنعه
موضوع الساده والجاويد وياهم. اما انت كاتن الشاطر وياي وتحسب عليه ضوابط انت الله بيه يا اخوي. انت الله بيه. انت الله بيه. شهيدنا. ما يصير تقول اي ضوابط لا تقوم بالديوان. والله بدون ضوابط. انت سيد. احنا بننتي انت انا خاف واحد يغلط ويزين بديوان. لا 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 سيد انت سيد والسيد احنا بننتهي من هجوميكم. عليك العباس استريح مش عليك. رحم الله واجبكم رحم الله واجبكم. الدنيا حاره وكل احنا عندنا شغل واكيد انتم عندكم واجبات. انتم من اجيتوا على راسي اجيتوا تضرون الشارع يعني انت ودك تقوم وشيء مرض. لا رحم الله واجب. احنا استريد نوصل للنهاية. خلونا نوصل للنهاية يا اخوي. خلونا نوصل للنهاية. احنا دائما نقول اذا الرموز اختلفت قضيتنا ما تنحل. لان الرمز ما داخل بالمشكلة. لانه الرمز هو لازم يواجه ويسولف ويحل قضية وكذا. انت قلت احنا نسميها بطرة انتم تسمونها عفة. انا طبعا على كل الحضور الصلاة على محمد وآل محمد بسلامتكم وبتطيب خاطركم تعفونا كل الحضور من الكلام الزايد لأنه هذا احنا والله والله مخفوفين والله مخفوفين على عائلة المردت والدمرت لأنه والله ممرودين مرض سمعتوا. وإذا حصل كلام حسبوا لا تحسبون علينا حسبوا الوجه الله لا تنقدوننا بديواننا لأن من يطلع خاف يصير نقد. شيخ حيدر أنت احنا نقول بطرة والبطرة تصير بالقتل العمد مربع هذا العدة بالفراغ في الوقت بس هنا خدمة. أنتم تقولون متعافي كذا مثل إيش خلنا نقرب القضية بيننا وبينك أنه هذا بين بطرة وبين متعافي وبين خطأ شلون نلمها لأن ما أريد لا نصاع كلامي ولا نصاع كلامك. اسمعني نريد نوضع لها حل اللي يرضي السادة واللي يتعامل. اسمعني سيدنا نتواصل طبعا انا ما اقدر احكي وياك. اسمعني انت شيخ شعب بس اسمعني انت شيخ شعب العام انت ليش تحول اذا ما بس المسافه مو لازم احنا بعرب احنا بوادم والنهار يابا ما عنده غضاضه عنده غضاضه لا مو ادعو في الغضاضه يا اخي ما عنده اتزان من نظام الرشاشه يا اخي اكون لازم يصير اكون لازم ما عنده طابو يصير. انت ليش يعني مثلا تريدها بس إليك أنا ما حاجي لا وروح أبوه لا ليش لا والله ودعك يا أخي أكون مثلا هسه هو هاد واني حفنته بس اسمعني أكو شي بينا لا لا مو شي أنت دعو في الشي ليش تجيبها للعداوة هسه أنت طلعت مسدس وأنا هنا ووراي أو صبحتي زلمة أنا لو لا أسمح من حقك تقول أنا هذا الزلمة خبت أخذ تبقتي وأنا الوالد تقتلني زين انت رميت على بعد عندك مجال عندك مراوغ عندك تزرع صفحه يعني مو تقول السيد طاح برقبتي ولزمني او قرب علي وخذت منه زنته سيدي لك رحم الله اسمع للشيخ حيدر شيخ حيدر موجود السيد قصده هو واحد موجود بس مو هذا الفصل مو هذا الفصل لا مو هذا الفصل السيد قصده يعني هاي الها لابد الها شويه اسمعني الها بس مو الها 200 ولا الها 100 احنا اذا كان الفصل 50 ان نزودها واذا كان 20 سال ساعد غير هذا الفصل الصحيح الموجود هو ساعد زين والسبب الفتنه هو الساعي والله العظيم عندك استعداد تقتلنا كلنا لا ما انا لا انا ما يا بشر سيد الساعدي هو المسبب سيد صالح هسه الخطره شلها عندكم بالفرات واحنا نحط فوقها احنا نحط لك الك بيبي هسه العفه البطره ان احنا نحط لك بس انت بالنسبه لك الخطره بالفرات شلها ايش قد فصلها؟ انا اقول لك اسمعني اي والله ما صارت خطوه ظلت خطوه لازم يحطونها لو فعلا مو تكثر الفلوس احنا الوادي مدينها مذهب الفلوس اسمعني مو خلينا نكون واقعيين احنا كانت بزبيت
يم مع ذا مربد انا رجل بال 2003 سويناها مربع الخطوه، الخطوه سويناها مربعه. ليش؟ لانه بال 2003 قام هل يطلع رشاشته يرمي يرمي فوق يرمي كذا يرمي مدري ايش، فأس شويه قللوا من هاي القضيه. اسمع بعدين صار تدقيق على اخوه المرحوم على اولاد عمه لغوا العطوه. خابرني الوسيط هذا الرجال العمي قال لعمي يردون عمد، شو رد عليه؟ قال عمد واكو قطعه سكن لليتامى 400 متر يومهم الهم، ويسلم عليك القاتل يقول اني المقتولين بصفحه والسيد بصفحه، وشنو يطيب خاطر الساده ويرضيهم؟ قلت لعمي قتل عمد والقطعه ما لي شغله بها، يريد يطيلك ما لها شغله تخصه، يريد يدفع عن ذمته، يريد هذا. قال لا بالله قطعه خارج الفصل سكنيه وقتل عمد. قنعنا بيناتنا بيننا جادلنا على هذا الاساس. سمعت من عند شيخي؟ فاذا اكو مراوس بس اسمعنا ارجوكم، احنا اخوتكم احنا سادتكم، انتم اجاويد قسم بيهم اخوه انه قسم خوار. احنا ما نريد طبعا بالفرات انتم كلكم ماشيين ما طول هكذا عندنا. ليش؟ لان ضرب احنا اللي خلانا نبني جادرنا ونقنع من يتيم الى اخو مقتول الى ابن عام الى عشيره. هذا الموضوع هذا مبطلين عنا احنا بخدمتكم، هذا ثابت اعطونا حقنا وابوك الله يرحمه. اكو شيء بعد منا سولف ابو علي عقيل وصار لنا ساعه ونص انا وعمامي ندور على المكان. حدث قتل بيننا وبين ابو محمد العمشار، قتل عامل عقيل واخوتنا ابو محمد وحضر اخو باشا وكريم ماهود وكلها حضره وحضر شيخ الشويلات ابو حسن يوسف معاذ. احنا كنا ما نطلع من سنينة بغداد بيننا وبين ابو محمد دية القتل العمد بيه. حضر الاسدي، الاسدي يمكن ابو الامن الوطني عبد الغني رحم الله والديك، حضرت كل العشاير طيب وحاضرين اعمامنا ومن ضمنهم. اجى الفصل قال انا ما اعرف بيني وبينك 100 100 100 خدنا بيه القتل 100. قلنا له احنا ما نتنازل، قال احنا وعقيل تنازل. عمي اعطينا 40 مليون اللي تعبنا على زلمتك وقضيناه. قام ابن محال خير الله نسميه بلبل العراق، قال يا اخي العرب يا اخوه يا داوود يا عقيل يا شيخ بينكم وبينهم الدية 100 والدية بعد ما وراها شيء. يابا شلون وصل فينا 40 مليون؟ قال انا اللي حاجيك ابن محال خير الله وايدته كل العشاير. صار فصلنا ويا العمشان 100 مليون واطلعنا زلمتهم. الله شاهد ورقيب. هسه شيخنا حتى لا نقول دية العمد بعد ما وراء شواب او السيد في مربى او كذا ما يصير، هي بعد اعلى شيء دية العمد. ودية العمد اذا انقرت من قبل شيخ شعب ومن قبل شيخ الساده على راسنا معروفه عندنا ببغداد، وهاي يصير سنين بين اخوتنا شعب وبين سادتنا على راسنا. فدية القتل احنا العمد ماشيه 100 واخذها بالامين من عندنا حادث اليوم حضر شيخ جنانه اللي هو ابن دنبوس عدنان محسن الدنبوس اللي صارت بالقهوه وقتل بالامين وحضرنا واخذ ابن عقيل. والله ابو علي الشيخ داوود ذاك يوم حولنا بعفج هذا السيد بصفه وحولنا على السيد تغير من بخت سجن. نعم ابن حمد صلى على محمد وال محمد بعفج من بخت سيد من بخت عركة صارت بشعوي شعاب طاع علينا صاروخ شعب وعقيل العركة برشاشات طاع علينا صاروخ انقتل ابن اخوي انقتل ابن اخوي شاهد الله عليه وهاي المشية. سيدي صغير قال لي المشية غادي حتى ما يصير حجي زايد ناقص. قلنا انا عم كيفك انت حولنا المشية بعفات. صار الفصل ايش كثر صار 75 شبه تعمد شاهد الله عليه. انا ابن اخوي هو اكثر من ميش الضايه بيه والله هذا البخت على بغداد صار ميش الضايه صار على بغداد على قانوننا احنا. يعني اخذ من شعب هو حاضر موجود بالمشيه الشعب والله اخذوا 75 مليون.
وزيد صغير يمكن بالتالي أنا بحيا عمامنا على لا عليك الله فوقي. سيد صغير حضر وسيد عودة وسيد حمزة الجوني كلهم حضروا بالمشي الصادر والله قرروا 75 على شعب وطونها. انا يوم الشاذب يوم فشل علينا. اسمعني ارجوك، انا ما بنينا الشاذب ولا قعدنا الا باتفاق. اسمعني، وقانون الفرات والله لو راشدي، لو راشدي اذا ما نتفق ما نحول هذا الفرات كله. دتش شتل قد انا هسه عندي عارك الله وكيلك اثنين ثلاثه فشخين من عشيره ونفشخين من ولادي. ما اقدر اروح اذا ما يقولون عليك دينار، ما اروح زين. فانا غاتي شيخ حيدر كرامه سادتك جايبهم ونحضرتك ونحضرت المشايخ، احنا نرجع للاتفاق. سمعت من عندي اهلا وسهلا بكم وان تسليم لانه احنا متفقين عمد. سمعت من عندي واكو تنازل واكو شغلات، احنا خلونا نحل الموضوع. اكو خلاف هذا الحديث قصرونا وقوموا، مو تقومون بدون تقصيرنا، كون عندنا ذنب يوم تقومون. اهلا وسهلا بكم. عندنا اسمعني مسموح لك انت، والله شيخ حيدر الساده والجاويد وانت وكل عمامك اذا اكو تقصير يم الساده البحيه خلي يقوم واحد يقوله ويتوكل به. احنا سيدنا احنا اخذونا بدرب عدل. لو تقولون لنا الشعباوي عنده قضاء ويا السيد، اشهد بالله هسه الشعباوي نقول له عمد تعال انت عندك قضاء ويا السيد، وانت كنت السيد عمد متعمد. لو اليوم السيد حاجوز والسيد واقع بنصله، والله اشهد بالله طبعا انا ما اقدر احكي وياك. اسمعني انت شيخ آه. انت ليش تحول اذا ما انت راضي؟ انا متفق وياك. انا جاي رضي. ليش؟ لا انت انا متفق وياك. المفروض ما تحول، انت المفروض ما تحول اذا ما كتبت عمد. انا ما اجي لابو طه، انا برخص لك بس مرخصتك شيخنا. اذا تسمح لي مرخص لك هسه السيد مرات يطب حاجوز اكو طبق متخالف منا ومن رمي وضحناه هذا السيد يطيح ممكن منا او منا، بس هسه جهه واحده الرامية، جهه واحده الرامية ورامية سيد قدام عينك. يعني انت ايش تعتبرون مثلا؟ يعني انا سيد كباري قبل السيد يطب يشيل البيره توقف كل الطبق يوقف، هسه كل احنا ندري فيها. هسه هو السيد وصاحبه ويا قاعد وماشي. يا خالي الشيخ حيدر ارجوك رجاء هذا اسمح لي شيخ حيدر، هذا دم رسول الله، ابن رسول الله، انتم عندكم الطهرون عنده يبرونكم الذمه. ارجوكم رجاء لا تخلونها مثلا موجوده وتورث بعدين، واحنا ما بينا حيل ولا تعبنا. احنا سيد احنا دم السيد مو رخيص علينا، بس انتم همين باكر عقبه احنا ورانا العليا وهمين. اذا انت مستاد اليوم نطيهم عمد العليا وش نطي؟ للمرجعية وقعدت 38 عشيرة ضمنها 7 عشائر بالسادة. أنا أبو سيدة أبو طاهر هذا هو أحطنا يعني لما قتل السيد وهو جاي يعتز وكذا أسويها للقانون الخطرة. إحنا خلينا فرق جزئي بينه وبين العمل حتى أوضح لك، لأن كل العشائر موجودة ووقعت ومباركة السيد ومباركة لجنة شؤون العشائر اللي حاضر. شيخنا أنا خادم لك، السادة هم أهل الحظ والبخت وإحنا جايين. أبو طاهر السادة إحنا كيفهم؟ اذا شفنا شوف احنا من خلينا من يطيح واحد قلنا بين اثنين، خلينا من 75 للمية وخلينا القتل من المية للمية وخمسين، بين المية وخمسة وعشرين بين المية وخمسين. هنا اذا هو مو طلب بالطلبة دولة ماكو يدرون. هسا السيد تنازل عنكم لاخذ البصر تمام يوم تمام للسادة الطوار، اخذ 75 مليون واخذ من عقيل لان طاح بين عشيرتين هي اخذ من عندنا واخذ من، وبالتالي تنازل عنكم وتنازل عنه تمام سيد. احنا نقول الدية للساده ياخذونها، يريد يحط دية العمد بخدمته ياخذها، لكن اي شواهد بعدها ماكو، مال تنازل بدل تنازل كذا. ليش؟ بين ما بين الله السيد مو طرف. هسه السيد ما احترمه او ما وقف، هو المفروض يوقف ويحترم وكذا. هاي ما ينحط بخانه الخطره
ونقوم ونمشي، لا، بيها استهتار، بيها كذا، بيها كذا. إلى حق، إلى حق، إلى يحولها من غير عمد يعني إلى عمد، لأن هذا من رمى كتل، وهو رمى طرف واحد. فشيخنا، إحنا ما نريد نقوم والسادة المحيّة ما راضين، إحنا نريدهم يرضون، بس نريدهم هم يديرون بالهم على تعب، لأن عندنا يعني بعد فصلين ثلاثة وهذا البيت يعني انهجم، الله شاهد ونقيد. فخلنا نرضي السادة من يمشي. نعم بيده، نعم هو بيدمن، بيده نعم بيدمن. هجم البيوت هو مو. المهم فسيدنا احنا بخدمة، النية ما وراها شيء. الآن الفصل 10 ملايين. احتضر الفصل 10 ملايين. وموقع عليه كل العشر. وأنا قلت لك لا أخويا، أنت ترضين المية تعال حول، ما ترضين المية أنا ما لي شغل بالعشاير، وأعصي أعصي ما قدرت العشاير وتحولت عن المية. لا بروح أبوك والله، بس هذا شنو؟ بس هلا خدمة، هذا القانون الفرات. بس اسمع، أنا لما نتفق وياك مية، لما نتفق وياك مية بعد المن جايب السادة والجاويد وجاية ترجع، جاية ترجع. شيخي شيخي احنا متفقين على العمد. شيخي أرجوك أخذ. اسمعني، الطيب خاطري أخوي هذا القاعد بن خالد، والقاتل نفسه انقل تحياته إلي، قتل عمد، قطعة أرض 400 متر ركن شارع ومدري شن هو ياها مدري شن هي والسادة ومدري إيش. إحنا أنا إيش قلت؟ قلت والله العظيم هذا قاتل محترج، هذا من أجواد، هذا اللي يعرف حقوق الناس ويعرف أنه السيد ويعطي قطعة أرض ويعطي مدري إيش. عمي احنا هسه في قطعة الأرض ما محتاجينها، ناس قاعدينهم بغرفة، والله إن شاء الله يشوف دربه هو ويشوفه طريقة إن شاء الله مرسوم. احنا متفقين على قتل عمد وحولت على قتل عمد. إذا ما عجبك العمد يا أخي ودي لي وسيطك عدو ياي وقنعني وقنعك يا الله تحول. سيد زين سيد أنا بقدر عطوة بالعطوة تفضل بالعطوة. فصلت قاع احنا بخدمتك. شنو سنينات ايش قد خالد انت فصلت ذاك اليوم متعمد؟ متعمد ايش قد؟ اي هذا الشعب فصلت قد فصلت 25 اللي فرح معنا غير هذا المتعمد ولا غيره؟ اكو غيره بخدمتك 75. هاي مو اني، مباركية المرجعيه وقعت سبع شعب على راسي. انا متفق على العمد اسمعني، والعمد اطلب مطلبي واوصل للعمد. صح علي حق وعلي باطله بالحظ بالبخت بالحظ. اسمعني، اني اطلب مطلب واوصل للعمد. بعد اني المشاطره اللي انا بدوخ بها الساده والجاوي علي من بس ها؟ انت حكم بيناتنا. انا مو حكم، انا بخدمتك شيخنا. انا قلت لك لا تحول اسمع شيخي ارجوك، قلت انا ما اقبل واحد يحول علي اذا ما متفق عليه بالعمد. اسمعني، اما انت بكروتلة طيب هفلسن هاي، انا عندي كلام قلبي، كلام قلبي واضح. انت قتل عمد حول، قتل مو عمد لا تحول. سمعت من عندي؟ احنا مو عمد حول، احنا مو عمد حول. شايف ليش تحول؟ اسمع شيخي ارجوك، كنت انا ما اقبل واحد يحول علي اذا ما متفق عليه بالعمد. احنا سيدنا اسمعني، اما انت بخير وتلا طيب افلسن هاي، انا عندي كلام قلبي، كلام قلبي واضح. احنا سيدنا انت قتل ليش تحول؟ انا ما احول عمد، انا قتل خطا. عطوه شنو اللي يقول؟ هاي مثبته والعطوه مثبته ثبت بالطرفين، ثبت ثبت بالاخير اتفقه وغير حاجه. خلنا نسولف انتم بالنسبه لنا جايين من خلال الوسيط خالنا جزاه الله خير الاتفاق ويا السيد ابو احمد تنزلون عند السادة تحولون تفصلون عمد. هذا الاتفاق الآن الوسيط قربي وأخواننا وأخواننا إلى عندكم كان غير رأي شيخ حيدر والأخوة، أكيد اليوم احتراما للوسيط والكلام اللي صار بالتزام ويا السادة أكيد راح يمشي. أخواننا الأربعمية
احنا الماشية هنا عندكم وخمسين عفوا. لا الخمسين. اذا سمعوا. طاحت الخمسين لو بالعضوة ظلت الاربعمية. عندكم الاربعمية. اكو راية مو عندكم هنا. الراية ايش كثر لها بسنة زادتنا. النص ظلن ميتين. رحمة لكم. ميتين مليون. فصل عمل. الان شد الراية على هذا المبلغ. هلا بيدك هلا بيدك خاله هاي وصافه هاي وصافه احنا مرانا المحمداوي المحمداوي ايضا عنده مقتول واحد وعنده مصابين بالكين واحد او اثنين ثلاثة مصابين بالكين احنا خلينا نكون بنظر الاعتبار هذا الموضوع هذا خدمتك سيد خدمتك موجود وكله موجود الخدمة انا سبق وانا نفذ طلبنا اسمعني انت شد رايتك شد رايتك واحد واقف لك بالباب انا هو لا بالعكس انا نقتنع فيه نقتنع فيه اسوي خدمة احنا اريد 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 شوفه من السابق احنا سعرفنا الوهم في الخدمة بس اريد شوفه انا راح اقول راح اخول داود بشوفه واريد طالب اطلبه من السابق شد رايتك ابو علي على بود انا بخدمتك على بود بهالحاله احنا شادين على رضا الساده وانه مجال للتفاوض حتى ما يصير زعل بين الساده وشعب وترى الشعباوي لازم يرضى السيد لازم يرضيه بزايد بناقص يرضيه احنا شو نقول؟ نقول شيخ طه ابو طه شيخ حيدر المطلق ابو شعب العام وموجود يشدها على رضا الساده واحنا ان مجال الجاوي نتفاوض ويا الساده وهبت الله بشعب وهبت الله بالساده وتمشي هذا الاخذ من اللي تامه ليش اطلب واقف بالعيد ليش المنقول الناس احنا سيد ليش المنقول الناس عباينا عمي انا خدمتك اخواني من الساده اخوان اولادي واني خادم لهم يشدونها على رضا السادة حتى نتفاوض يا ابو طه اللي قاعد يحكمون مو مثلي انا قلبي يجوز ابرد منهم بس هذا رجال ابوه وهذا اخوه اسمعني احنا اكو برود يعني يجوز انا اقل منه اذيه اقل منه مصيبه بس هذا ابوه المباشر هذا الرجل سيد عيسى ابوه شيخه وعمه اسمعني وسيد رعد اخوه شاف القضيه بعينه احنا هسه من نريد نستشهد باي طريقه المفروض شيخ حيدر اكو مرات انا سيد ويكلفني وازلف وازلف هسه مو عجيبه يعني المفروض يحترم وساطتي وان صار اكو خفاقات بالوساطه المفروض يتقدر رعي الوساطه من الطرفين اسمعني من الطرفين فخالي شيخ الغالي انت اول مره تحول عند البحيه شد رايتك ويصير خير انت تسمع 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 هسه غير تسمعني انت مال الفائده احسن من الملكه لا تملش لنا قدام ملكه ما اقبلها الفائده او اف احسن احسن ان شاء الله تحصل فائده احسن ما يشبع مني ما يشبع مني حدد الرايه وقتل الشيء على ما يشبع مني لا لا ما احنا بشهر الحسين بشهر الاصلاح ما نقوم الطرفين اذا ما نقضي هذا المطلب سمعت مع طول المجال اكو بيها تطيب خاطر اكو بيها ارادات لا وي لا على راسي على راسي باجر من القويه تابع عليه قبل ما تابع ارجوك انت منقول ما جاي جاي يصلح ما لي علاقه بالهذا وذا ابو حسين توجهت احنا ما احنا هذا الحكي
احنا ما نخلي الوادي بحراج. اسمع هذا الموضوع، الموضوع طلع من عند هذا مال الحراج. احنا هالسدف، اسمع احنا ساده، اسمعني ما خلي لا شيخ ولا بنك مال بحراج. سمعت من عندي؟ السليح الشيخ يا ابو طه تليفونك خابر. احنا عندنا قرائن فاتحه، نقرا فاتحه الرائع. خلي شريت العباس على راسي. روح روح اي من تكمل نقرا فاتحه. عمي الله غير على تراتيب بغداد. الله بالخير عليكم، الله بالخير عليكم، رحمه لوالديكم. ارجوكم رجاء والله ما ادري هسه انا مستعوم خالي. انتم قلتوا بغداد من 150 الى 125 العمد. العمد احنا ذبحوها على 150 وانتهى. انا اقول لك بخدمتك، انا اقول لك بخدمتك. هاي هي والله، انا بخدمتك. يلا هاي هي شراي. انا تجاوزت والله. بس كلام والله مو يمي. بس كلام بس كلام بس كلام. احنا للساده بالدرجه الاولى وخدام الشعب، احنا كوسطاء والله ما عندنا شيء. وصار ساعه ونص ترى عندنا فصل وتحويله خلصناها، وجينا انا وعم ابو ماجد وعمامي ندور على الفصل. شيخنا والله العلي العظيم حطينا الغير عمد ب 75 وذا بي استهتار 100. احنا فصل السيد 100، هذا راي قبلتوا جزاكم الله الف خير. شد رايك شد رايك شد رايك دية السادة هاي المية لا لنا علاقة بحكومة، تنازلون من الزلمة ما لنا علاقات بالحكومة، كل معلقات ما لهم سادة. هذا الماشي سولف وين السادة ما زعل ما زعل ما على 200 صل على محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد. احنا نطلب من عندكم شعب رحم الله والديكم، لا تصبرنا بشاطرنا مروتكم. يعني انا اشوف خالي يعني يريد يبلشنا من شمال مومن على مره. خالي هذا الحكي مو صحيح من عندك، انت ما تحكي اللي يحكي الجاي من قول يطلب. انت ما تبلشنا، احنا مشكورين عمي ورايتكم هاي معفي، رجع رايتهم واهلا وسهلا. سيد احنا بخدمتك. هذا ارجوك، احنا رحم الله والديكم. خالي عنده قوه. لا لا سيد بخدمتك. عنده قوه. لا سيد اسمعنا اسمعنا. احنا بخدمتك. رفض طيبتنا، رفض طيبتنا. اسمعنا احنا المنقول ها؟ أنا اسمع اسمعني، أنا قلت الرجاويد ما تتحدث. رجال من الجواد وعلي حق عنده، ورجال اللي طيب خاطري بكلماته الطيبة المحترمة، لأن باكر هم يصير عنده ويسمع لي على سوالف الفيديو. هذا السريع رحم الله والديك. أما من شتمومة أنت تمليش في القضية لا. يقوم سيد يطلبها، يقوم من الجواد يطلبها. المعصية المعصية. واحنا نمشي وراك، انت رجل دين، فاستر عربك واستر القضيه بها ابعاد. غير اكو قضيه مهمه جدا حتى خالي الشيخ المباشر للقضيه. نعم. احنا اكو عندنا مشكله، والمشكله انتم قلتوا اكو بها سبب. الساعدي المراه اخت الساعدي خصمك. اسمعني حتى اقول لك واضح، يعني المراه اخت الساعدي اللي هو خصمك. مرت السيد. مرت السيد. نعم والله ساعد. سمعت من عندي؟ وهم خصمك الان. انا لا ترمع لي، انا اعاونك. انا اعاونك. بس ما ترمع لي تتروم مرات المرة تمشي لحالها، شو تسوي يعني؟ شو بدنا نسوي؟ الله يساعدك سيدنا. اولا احنا اما احنا هاي مال تقول انا راح تفصلني وانا المرة مالي علاقة باكر ما اقدر عليها. انا اذا هذا جواب. نعم 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 خالي. انت لو تقول يم الحكي واحنا احنا يمك الحكي. لو تقول لا والله مو يم الحكي. بشر هذا الحكي لك خالي. احنا هالبغداد اليوم من يقعد الشيخ ويفصل نقول له عم الحكي. يعني اخدعك انا احل الراية واخذ فلوسي واخدعك. احنا اربع اسمعني خالي، احنا بالمديريه 24 ساعه مشاكلنا من وراء التنازل. العشيره 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 تاخذ فصلها ونظل نركض ورا الماء. العشيره شيخ عادل اسمع شيخي اسمع شيخي اسمع شيخي اسمع شيخي علي اخوه
مو كنت انت عندك طلابه ويا اخوها انا اقدر ادعي. انا حتى انت نفسك لا عمي ما اقدر ادعي. انت ولد ما عندك انا عند ولد ما عندك. اسمعني شوف الحياوي اخوه ابوه انا مسؤول عن الحياوي ما بس اسمعني المره راسا اطبقت ويا اخوها زين انت ما تقدر عليها نفسيه المشكله انا بس انت نفسيه المشكله انا ابو سيدك انا اوضح اوضح للسيد شده رايه وفصل وستر بعد ستر انتهى عمي خلوه ما اظل اركض ورا المره حجي خليني اوضح كل الحكي يمه بس خلوه احنا هسه عندنا قتل انزيمات وشليمات الديه موجوده عندنا والدم هي زوجته هي صاحبه الفصل لان هي ايتامعته يعني الديه راح تروح لمن صاحبه الحق الشخصي احنا نريد تنازل صاحبة الحق الشخصي ربع شك واشتباه انتهى الموضوع هو التنازل بيدها لا بيد اخوها اخو اللي حق عليه بدعوة عندنا اليوم بس ولد الدم هو صاحب الدعوة هذا ما بيرفع شك واشتباه هذا بس تنازل نازل 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 وعيه نازل يوسف وهاشم وين يوسف وهاشم خالي رجاء صل على محمد وعلى يوسف عمد هذا الموضوع مسيطرين عليه انتم التنازل 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 مسيطرين على المرض ما مسيطرين عليه اذا راح يصير عندنا قضيه اسمعني راح الفصل اسمعني الفصل راح يتحول عند الشيخ اسمعني لا عند سيد فيصل اسمعني احنا مسؤولين عنه انت تروح تدبر حالك ويا هذا الموضوع لانه احنا اذا المره ما نقدر هاشم والدار ما نقدر تصير مشكله هاشم انت شنو رايكم التنازل هاشم ما عندي سلطة عليك ما عندك سلطة على المرأة عمي احنا صاحبين ساعدي خصم الكم انت انا اروح اروح اكتب مثل العالم ساعدي مرة ساعدي شوف ما دخل انا علي ولا ما راح يصير ما راح يصير لو حكيت جاي عندي استعداد اقنع بالموت ويا سيد فيصل فصول يبقى سيد فيصل اسمعني تم التنازل عندنا شغله ثانيه وعندنا حسابين موقف كل هذا غلط هذا صح هذا العدل عدل وما حد شد رايك افتح رايك سيد فيصل وهم اريد ادك ساعدي بالنسبه لي الساعدي طرف كتله من اخوه اسمعني الساعدي طرف كتله اسمعني انت تقيم دعوه على الساعدي تلزمه من ايده اسمعني يحول عليك هو الساعدي من تشتكى علي طرف بالقتل اول وحده تاخذ تنازل الشعب وتاخذ الفرق مال التنازل منه سمعت من عندي لانه هسه اللي انا افتهمه من شعب سبب القتل الساعدي سمعني احنا بعد هذا حكي ديوان صار حكي ديوان ما بيضم ولا بيفشله اسمعني انت سبب قتلك لانه اسمعني سيد كاظم لان الساعدي اسمعني قال لي ابي ساعد اللي بيربع شيرات ساعد قال لي شيخين ساعد قال ما ادري شنو انا واقف وياه الف ويدور اسمعني الان الموضوع بعبك يندعوا على الساعدي يجينا الساعدي الراوس امركم بينكم وبين شعب من خلال الساعدي والسلام عليكم. ليش الظلم نفسه؟ كلامكم الأخوة شعب عندهم خلاف وياه مو هيك سمعت؟ أها فهذا السبب أكيد موضوع اللي راح ما يتعاون وما يتفاهم ويانا أنتم إذا هذا بسبب الخلاف. بالنسبة للسادة يبذلون قصارى جهتهم على هذا الموضوع بس اللي يقدرون عليه ويانا أما اسمح لي خالد اسمحولي أما اسمح لي أخواني صلوا على محمد وآل محمد أكمل الآن الساعدي نسيب السيد تقبلون يصير حل هنا
على خلاف ومقاطعه وشكاوي السيد ونسيبه عائله لا تقبلون على هذا الاسال اللي تفضلتوا به احنا حاضرين اخي احنا نحل جهه ونسوى صلح من جهه ونفتح مشكله ثانيه ثاني ساده سيد بس اعطيني انتبهولي سادتنا بس صل على محمد بس صل على محمد وجعوله خلونا نوصل كلامي سادتنا سيدنا الجلاله سيد وياي سيد خالي سيدنا سادتنا شيخ حيدر خالي اسم رجاء توضيح الموضوع بس الساعد نسيب السيد الان صار فصل للسادة البحرية وشدت الراية ان شاء الله على خير وستر وسلامة لكل الاطراف احنا بالنسبة لنا كالسادة وانتم ايضا امتامنا والسادة اولاد عمنا ايضا كنا ما نقبل نصلح جهة ونفتح مشكلة ثانية تعال يا السيد جاوم نسيبك وادخل مشكلة ثانية اسمعني محمد ليش نظل احنا نسولف هذه انا صلي على محمد وال محمد بدون زحمه عليكم خوانا العزال منقولين اقعد ساده استريحوا استريحوا رحم الله وين حد من داو كان يحسب ساعه وجماعه استريحوا وينهم استريحوا 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 عمي لحد الان نحكي والمشايخ والساده وما سوينا شيء الله وكلك ما خلينا ما حلينا المشكله عمي يا سعد هذا فصل العشيره 100 احنا الساده بالنسبه للسواعد على روس عندكم مشكله وهم ما علينا احنا هذا فصل عشيره هذا فصل عشيره الساعد يريد يتنازل عنك يريد يشتكي عليك هذا عشير فصل مال الساده احنا ليش قلناكم 150 حتى احنا مسؤولين عليه عمي ما يصير غير هذا الكلام معين بدون الكلام انا رايح اريح اريح اريد مقابلي منو الشيخ الابيض العام الجاي وينه انت مقابلي راح اسولف لك سالف دي بس والتنازل انا خليها تنازل انا اخوه اخليها تنازل بس شرطين عليك الله يساعدك 100 مليون تحاول تعطيني 200 بعد بدون حاجه وصلت السادي 300 مليون تحاول تعطيني فوق 100 200 بعد ساعد علينا قل له ساعد لا اسمحوا لي مو يوصل السيد دينارين يروح يحصل على يوم مليار اسمحوا لي اهل العماره خواكم احنا خواكم انا متفق ليش ما نتعاد عمي شدت الرايه انا اشوفك حتى ورا الرايه ايش الرايه شدت مش لا تشرف عليه هو بيه تراي سيد سيد الله يساعدك انت حفظت مقاتك وخذت فيه حفظت مقاتك وخذت فيه عمي ما شاء الله من المداوي تفضل سيد تفضل سادتنا السريع جزاك الله خير فصل ممنوع عرب سادتنا السريع جزاك الله خير فصل ممنوع عرب احنا هنا الساده هنا ام السيد حكي هذا الموضوع ما يقدر نعوفه بعد عشيره ما تقدر تعوفه الشعب عندهم حظ وبخت اثبتوا لنا سبب شنو السبب اللي على قاع على قاع على قاع تمر بسبب الجائزه اي على قاع علي على قاع جاب السيد الله يرحمه الساعد يا حط عمل قاعد جاب السيد كانوا حطوا قاعد جاب هاي هاي صالح يا صالح الساعد حط دكان يا صالح خالي صالح بس احنا التزمنا بالفصول بالتنازل اقسم الحكي التزمنا بالتنازل فقط لان ماكو ربع شك لا عم ربع شك واشتباه شك واشتباه وين هذا الحكي لا عم ربع شك واشتباه تنازل تطيب الكلام بس كلام تنازل عن الحق الشخصي بس واضح هاي تصوير حجي قول ابو جاسم عن الحق الشخصي انا مدعي عن الحق الشخصي خلينا نروح على شارع عشاير سيد ابو شلون عشاير ما عندنا تنازل عندنا تلقى عشاير ولا شؤون عشاير ولا ما شغل في شؤون العشاير احنا على راسي يعني العشاير ما لها شغل ما لها شغل لو هسه ما تدري شؤون العشاير يعني انت بالحق ما تريده بالباطل تريده ما مقبول على العشاير اصلا ما مقبول عمي التنازل بس عن الشخص والباقي على بس عمي احنا نريد هم بس ماكو ما يصير لاي واحد ساده يعني هذا مسجل محمد بقانون الدوله والعراق والام
والزوجة هيا داود يكملون تلازمنا انتهت ورحمة الله هيا هيا هذا شهيد فيصل حول عدة الفصول لا تخالي ما رادوك هيا بيو هيا ويكمل المبلغ يا رسلتنا اي عمي يكمل كله بعيوننا نطلقهم يا هاي عشرة ويمك خمسة عندك 85 مليون من هاي قبل هاي تعيين سيد 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 يلا يرحون سيد